يعطيكم العافية طلاب الصف الخامس الأعزاء. اليوم الاثنين 15/2 رح نبلش بدرس جديد في مادة التربية الاجتماعية. عنوان الدرس كرامة الإنسان. الله عز وجل عندما خلق الإنسان ميزه وفضله عن غيره من المخلوقات. الإنسان له بعض التفضيلات عند الله عز وجل، فضله الله عز وجل. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. صدق الله العظيم. من خلال الآية الكريمة نعرف أن الله عز وجل ميز الإنسان، فضل الإنسان عن غيره من المخلوقات. بيجينا سؤال في البداية يا خامس: وضح مظاهر تكريم الإنسان، أو كيف كرم الله الإنسان وفضله عن غيره من المخلوقات. الله عز وجل ميز الإنسان، كيف ميزه الإنسان؟ كيف ميز الله الإنسان؟ بالعقل. أول نقطة العقل. الله عز وجل أعطى للإنسان العقل، بميز بالعقل بين الخير والشر، الضار والنافع، الطيب والخبيث. إذن الله عز وجل أعطانا العقل لكي نستخدمه في التمييز بين الصح والخطأ، الضار والنافع، الخير والشر، أي إشي بيفيدنا أو لا يفيد. إذن الإنسان يميز بالعقل، الإنسان يستطيع أن يميز باستخدام العقل. ثانيا حرية الاختيار. ثاني ميزة حرية الاختيار. الإنسان قادر على اختيار ما يريد. أي إنسان في هذه الحياة يا خامس قادر على أن يختار أي شيء يريده، ولكن الإنسان مسؤول عن كل عمل يقوم به أو كل فعل يقوم به. بما أنه الإنسان له حرية الاختيار، إذن الإنسان قادر على اختيار ما يريد، وبالتالي هو مسؤول عما يقوم به من أفعال. الإنسان مسؤول عن كل عمل يقوم به أو كل فعل يقوم به. ثالثا قوة الإرادة. قوة الإرادة هي القوة التي تساعد على تحقيق الهدف والمراد. كل إنسان في هذه الحياة يوجد له هدف، كل إنسان في هذه الحياة يوجد له هدف. قوة الإرادة اللي موجودة عندنا إحنا كبشر قادرة على إنها إيش تخلينا نحقق الهدف المراد. يعني أنا عندي هدف إنه أنا أجيب معدل 99 بالصف الخامس، عندي هدف إنه أنا أصبح طبيب أو مهندس طيار. إذا قوة الإرادة عندي بتضلها تحفز بي وتقوي بي يوم عن يوم حتى أنا بالنهاية أوصل للهدف اللي أنا بدي إياه. أيضا القدرة على التعلم. القدرة على التعلم، الإنسان قادر على التعلم. ممكن أنت تتعلم من المدرسة، تستطيع الحصول على المعلومات من أي مكان أنت تريده. إذا الإنسان كرمه الله بواسطة العقل، لأن الإنسان يستخدم العقل للتمييز بين الخير والشر، الضار والنافع. أيضا حرية الاختيار يا خامس، حرية الاختيار. الإنسان قادر على أن يختار ما يريد، الإنسان قادر على اختيار ما يريد، وبالتالي يا خامس يا حلوين فهو مسؤول عن كل فعل يقوم به. أيضا قوة الإرادة. قوة الإرادة هاي القوة تساعد الإنسان على تحقيق مراده. والقدرة على التعلم، الإنسان يختلف عن باقي المخلوقات بقدرته على التعلم. إذن مظاهر تكريم الإنسان، أو كيف ميز الله الإنسان عن باقي المخلوقات: العقل، القدرة على التعلم، وقوة الإرادة، وحرية الاختيار. رح ناخذ قصص أو بعض الأمثلة من حياة سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام تؤكد على ضرورة احترام كرامة الإنسان. لا يجوز أن نهين الإنسان أو نحتقر الإنسان، بل يجب أن نعامله معاملة حسنة. مثال غزوة بدر. في غزوة بدر الأسرى اللي وقعوا في أسر الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقم الرسول بإيذائهم، بل قام بإيش؟ بإخلاء سبيلهم. مقابل أي شخص بيعرف يعلم أبناء المسلمين القراءة والكتابة
إيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قام بإخلاء سبيله، كل شخص يعلم 10 من أبناء المسلمين. لاحظوا كيف؟ كل أسير من الأسرى، كل أسير يعلم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. إيش؟ فيقوم الرسول بإخلاء سبيله، وقام الرسول وأعتق رقبة كل من لا يملك المال لفداء نفسه. الأسرى يا أنه بيعلم القراءة والكتابة لأبناء المسلمين، والذي لا يملك المال قام الرسول وأعتق رقبته، لم يهينه بل احترمه، ولم إيش؟ ولم يؤذيهم لا بالضرب ولا بأي شكل من الأشكال، ولم يقم بتعذيبهم. إذن معاملة الرسول لأسرى غزوة بدر أخلى سبيل كل من علم 10 من أبناء المسلمين القراءة والكتابة. أيضا قام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا سادس أعتق رقبة كل من لم يملك المال، أي شخص أي أسير لا يملك المال لفداء نفسه قام الرسول وأعتق رقبته. أيضا في يوم من الأيام كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام جالسا، وإذ بجنازة تمر من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقام الرسول واقفا فقال له الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة رجل يهودي. فالرسول أجابهم: أليست نفسا؟ لاحظوا كيف الرسول أجاب: أليست نفسا؟ هذا يدل على احترام كرامة الإنسان بغض النظر شو مكان دينه جنسه معتقده، لا يجوز التمييز بين الناس على أساس الدين أو اللون اللغة العرق أو الجنس. الإنسان يحترم لأنه نفس بشرية، الإنسان يحترم لأنه نفس بشرية. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام هب واقفا عندما مرت جنازة من أمامه، حتى ولو كانت جنازة رجل يهودي، وهذا يدل على احترام كرامة الإنسان، هذا يدل على احترام كرامة الإنسان بغض النظر عن الدين أو العرق أو الجنس أو اللون. يجب أن نقوم باحترام الإنسان مهما كان لونه جنسه عرقه دينه. وفي حياة الرسول العديد من الأمثلة، إذن حياة الرسول مليئة بالأمثلة على احترام كرامة الإنسان. ذكر منها الكتاب مثالين، المثال الأول هو معاملة أسرى غزوة بدر عندما أخلى سبيل الرسول كل من علم منهم القراءة والكتابة لعشرة من أبناء المسلمين، وقام الرسول وأعتق رقبة كل أسير لا يملك المال فداء لنفسه. وعندما مرت من أمام الرسول عليه الصلاة والسلام جنازة رجل، فقام الرسول احتراما لهذه الجنازة وقال له الصحابة: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فهب الرسول وقال: أليست نفسا؟ وهذا يدل على احترام كرامة الإنسان. في أيضا المجتمع الدولي والدول العالم بشكل عام إيش؟ أجمعوا على أن يجب أن يكون هنالك احترام لحقوق الإنسان، وأصدروا وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أصدروا وثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان عام 1948، أصدرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة. إذن عام 1948 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة وثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان لكل دول العالم. هاي الوثيقة تتحدث عن حقوق الإنسان لكل دول العالم. أول حق من هاي الحقوق أن الناس أحرار متساوون، الناس كلهم أحرار متساوون في الحقوق والواجبات، ما بصير نميز بين الناس على أساس العرق أو اللون أو الدين أو اللغة أو الجنس ذكر أو أنثى، لا يجوز التمييز بين الناس. إذن الناس جميعا أحرار متساوون في الحقوق والواجبات، يجب أن يتساوى الناس في حقوقهم وكرامتهم وواجباتهم. لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات من دون أي تمييز. إذن في البداية حكينا الناس جميعا أحرار متساوون في الكرامة والحقوق. اثنين، لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات دون أي تمييز، لا يجوز أن نميز. وأيضا اللي هي الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
كيف يعني يا خامس؟ يجب عدم الاعتداء على أي شخص مهما كان، يجب عدم الاعتداء على أي شخص بأي شكل من الأشكال. هسه الكرامة الإنسانية لها ثلاثة مبادئ. مبادئ الكرامة الإنسانية: المساواة والحرية والعدالة. رح ألخص لكم إياها بشكل مبسط يا خامس. المساواة هي عدم إيش؟ عدم التفرقة والتمييز. من اسمها مساواة، عدم التفرقة والتمييز بين الناس، لا على أساس الدين أو اللغة أو العرق. لا يجوز التمييز على أساس الدين أو اللغة أو العرق. جميع الناس أمام الأردنيون، مثلا الدستور الأردني حكى بنص من نصوصه: الأردنيون أمام القانون سواء، لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. هذا يدل على مبدأ المساواة. أحسنتم يا خامس. المساواة هي عدم التفرقة والتمييز. راح ركز يا خامس، عدم التفرقة والتمييز بين الناس على أساس الدين، اللغة أو العرق. إذن من اسمها مساواة، عدم التفرقة. مساواة عدم التفرقة. الحرية، لكل إنسان حرية في إيش؟ القدرة على فعل شيء أو تركه. قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته. لكل إنسان إرادة، بإرادة الإنسان يفعل هذا الشيء أو يترك هذا الشيء. لكن يجب أن نلاحظ ملاحظة يا خامس، عدم التعدي على حرية الآخرين. يجب عدم التعدي على حرية الآخرين وحقوقهم. زي ما أنا لي حقوق وحريات، أنا كمان يجب أن أقوم باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم. ماذا نعني بالحرية يا خامس؟ هي قدرة الإنسان على فعل الشيء أو تركه بإرادته دون إجبار، مع مراعاة عدم التعدي على حقوق الآخرين أو حرية الآخرين. هسه الكرامة الإنسانية، ما هي أهم مقتضيات الكرامة الإنسانية؟ حرية التفكير والتعبير، حرية العمل، والحرية السياسية. أو أذكر بعض الأمثلة على حريات إيش للإنسان. كل إنسان له حرية التعبير عن رأيه، كل إنسان له حرية العمل بالعمل الذي يريده، لكل إنسان حرية التفكير، والحرية السياسية. الحرية السياسية لكل إنسان مجموعة من الحريات: حرية التفكير، التعبير عما يريد، حرية العمل، والحرية السياسية. يجب أن يقوم الإنسان باحترام حقوق الآخرين وحرياتهم. ثالث مبدأ من مبادئ الكرامة الإنسانية: العدالة. معنى العدالة من اسمها إعطاء كل ذي حق حقه. العدالة تعني يا خامس إعطاء كل ذي حق حقه، بغض النظر عن الدين أو الأصل أو العرق. شو مكان الإنسان يجب أن يأخذ حقه، شو مكان جنسه، لغته، دينه، أصله، عرقه، يجب أن يأخذ حقه. إذن العدالة يا خامس إعطاء كل ذي حق حقه، بغض النظر عن الدين أو الأصل أو العرق. الدستور الأردني أيضا حث على احترام كرامة الإنسان. رح نأخذ بشكل مبسط بعض الأمثلة من الدستور الأردني يدل على احترام كرامة الإنسان. الحرية الشخصية مصونة. أول مثال: الحرية الشخصية مصونة، يجب عدم الاعتداء على الإنسان. أيضا: كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب أن يعامل باحترام، لا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال، لا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا، ما بيصير. يجب معاملته معاملة كريمة، معاملة حسنة، ويجب عدم تعذيبه بأي شكل من الأشكال. إذا لو جبت لك سؤال يا خامس، أذكر مثال من الدستور الأردني على احترام كرامة الإنسان. أذكر مثال من الدستور الأردني على احترام كرامة الإنسان. بدل عندك الحرية الشخصية مصونة، ولا يجوز تعذيب الإنسان بأي شكل من
الأشكال، لا يجوز تعذيب الإنسان بأي شكل من الأشكال. إذن هيك درسنا يا خامس انتهى، يعطيكم ألف عافية.